أعادت أخبار النجم العراقي علي يوسف والفنانة الكويتية هند البلوشي لتحتل أخبار السوشيال ميديا مجدداً، وذلك بعد أن قام علي يوسف وفي خطوة مفاجئة بنشر صورة له عبر حسابه الخاص على إنستغرام وعلق عليها قائلاً: أنا أقول كافي وأتوقع صار الوقت اللي لازم تنتهي به كل الفوضى. فضل علي يوسف الصمت طوال الفترة الماضية، وكانت زوجته زهراء البصري تتولى مهمة الرد سواء كان على المتابعين أو على هند البلوشي، والتي كانت تستغل كل فرصة للحديث عن علاقتها بعلي. هذه المرة لم تغب هند البلوشي، وبعد أن امتهنت الرد على زهراء البصري قررت اليوم مواجهة علي يوسف، ونشرت فيديو عبر حسابها الخاص على إنستغرام صرحت فيه أنها ستشارك متابعيها خبرين مهمين في حياتها. الأول يتعلق بدراستها فيما تراجعت عن إعلان الخبر الثاني، وعلقت أثناء حديثها على أنه لكل فعل ردة فعل، مشيرة إلى أنها لا تتهرب من إعلان الخبر إلا أنها كانت بانتظار انتهاء الفوضى لتتحدث بهذا الموضوع، ولكن يبدو أنها هي من سينهي هذه الفوضى. ناطرة الفوضى تنتهي، ما انتهت كالعادة. مجدداً عاد الحماس إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين كانوا متشوقين لمعرفة حقيقة هذه العلاقة، مشيرين إلى أن كل المعطيات تشير إلى أن هناك علاقة تجمع علي يوسف بهند البلوشي، في حين لا زالت زهراء البصري تكذب الأمر وتدافع عن زوجها، إذ كتبت البصري رداً على كيف تتعامل مع الشائعات حول زوجها مؤكدة أنه فنان ويصادف الكثير من الفتيات في حياته، وأن الصور المنتشرة له هي من تصوير أحد أعماله، لكن شخص ما استغلها بطريقة خاطئة، مؤكدة أنه لا يوجد شخص يستطيع الدخول بينها وبين زوجها وأن حياتهما مستقرة للغاية. ميل عيدان علقت على الموضوع أيضاً، وهاجمت علي يوسف بعد نشره صورته الأخيرة بمنشور لها عبر حسابها الخاص على إنستغرام، وكتبت مي: أقص إيدي لو طلعت تتكلم، والفوضى اللي تتكلم عنها أنت وزوجتك استفدتوا من وراها متابعين، مشيرة إلى أن علي يوسف وزوجته زهراء لم يكن لديهم متابعين، وأن عدد المتابعين وصل للمليون بفضل الفوضى التي حصلت، مضيفة: حسافة على اللي شهرتكم وأنتوا لا فن ولا مضمون. وأكملت مي العيدان هجومها لتصل هذه المرة إلى زهراء البصري، إذ هاجمتها بمنشور قامت فيه بنشر أحد تعليقات زهراء البصري، وعلقت مي قائلة: هذه للحين مصرة إنه مسلسل يا عمري، وتزوجها وسواها وخلص، وأنت للحين تدافعين عنه وتقولين قريبا يطلع يتكلم، ترى طلع لقاء مع المذيعة العراقية زينة لا تكلم ولا قال شيء.